شباب الخيام. فريق حسنية أكادير فائز بالبطولة عامين مع حسنية أكادير. ومن بعد انتقلت لأيتش ملول وراء نجاح سوس، رجاء أكادير، فتح إنزكان، ثم العودة إلى شباب الخيام. ملي خدينا الحمراء زاد تعبت علينا، وملي خرجنا من الشوط الاول بالتعادل 0-0 عطيت بعد التعليمات للدراري وطبقتهم وراسلوا الشبكه وماركينا واستطعنا ان نحافظ على النتيجه. دابا هذا العام فتح السن، لقاش هذا العام كنلعبوا على الصعود، ذاك العام كنا ما معوليش على الصعود، هذا العام من البداية قلنا غادي نلعبوا على الصعود مع الرئيس ديال الجماعة ديال تغازل تا هو كنشكرو في هذا المنبر هذي تعاون معنا تا هو باش نصعدوا بالفريق، وبدينا التدريب شهر هذا واستعدينا وكاينين مع اللاعبين في تغازل قلال. استعدينا في البحر، كنا دابا جوج سيمانات في البحر، ومن بعد جينا للتيران استعدينا في التيران، لعبنا ثلاثة المقابلات ودية، واحدة في أكادير، واحدة مع تمراخت، واحدة ولعبنا واحد تورنوا فيها دومي فينال وفينال. منطقة أوري قريبة لتغازوت، وأصلا كاين في اللاعبين ديال تغازوت حيت أغلبية ديالهم خدامين في البومبية، ما يمكنش ليهم يلعبوا مع الفريق، كاين شي دراري مزيانين ولكن ما يقدروش يلعبوا مع الفريق، ما كيزرقوش ليهم، كاين إكراهات، كاين إكراهات، وكنستعانوا باللعابة من أورير وتمرخت، ودرنا واحد الاندماج بيناتهم وكوننا فريق. لا كاين تطور، علاش ما كاينش تطور؟ كاين تطور، كاين تطور، شوف دابا القسم الرابع وشوف كيلعبوا في ساديتيك وجميع الظروف راه موفرة، غير هو كاين قلة لاعبين، كتلقاش لاعبين دي جون طالعين كتلقاهم يقدروا يلعبوا في لي سينيور. هاد العام اش نقول لك، هاد العام ماشي بحال داك العام، لان عرفتي راه في راسك بان راه تقريبا شي خمسة د اللعابة ولا ستة د اللعابة رسميين مشاو من الفريق، هو باقي لي جو باقي كاين، ولكن ما بقاش عندك دوك اللعابة اللي قدر اللي كانوا كيضبطوا ديك الخطة، يعني دابا كيلعبوا واحد الوقيتة واحد الوقيتة كتمشي هذيك الخطة صافي ما كتقدريش عليها مازال. إذا هاد العام هاد العام غادي يكون عندهم صعوبة شوية كيبان لي أنا هاد العام، سيرتو في لاتاك، سيرتو في لاتاك غادي تكون عندهم صعوبة.